مراقبين في بلدة تسيل 2/6/2012. يا شباب يحب الله يرجع ليه 6/2012 مراقبين في بلدة تسيل. ارجع يا شباب شباب ارجعوا لورا، ارجعوا لورا يا شباب. What do you think is better? To go directly to the place that they're attacking now, or to see these houses? وجهة نظرك أفضل نروح على خارج الخادم هلا ولا نكمل هون جولتنا؟ إحنا جولتكم بتصير تستمر فقط نصف ساعة فقط. هو طريق واحد صح. Thank you.